عملية تصدير ناجحة نحو تونس الشقيقة تكلل نجاح هذا المستثمر الشاب في مجال تدوير الورق بالولاية المنتدبة الجديدة رأس الواد. هذه تعتبر 24 عملية تاع تصدير بين تونس والسنغال. في بلدان ثانية تصدر؟ عندنا السنغال، وإذا كنت في المعرض في المغرب، وعندي دوكا ديجا تروا بوند كوموند للمغرب، إن شاء الله نديرهم في الأيام القادمة إن شاء الله. قيمة هذه العملية تفوق 7000 يورو. استثمار حظي بتسهيلات معتبرة من مصالح الجمارك والسلطات المحلية ببرج بوعريريج. أي مستثمر جزائري يريد أن يستثمر أن يأتي إلى ولاية برج بوعريريج، وين كسرنا جميع البروسيدور البيروقراطيك هذاك، وين في الأسبوع 10 أيام نجتمعوا ويدي المشروع تاعه ونتبعوه. هذا المشروع يشغل حوالي 25 عاملا كلهم أبناء المنطقة. عندي واحد العام من اللي نخدم هنا. كيف الأمور هنا؟ والله ما شاء الله بيا دعوة مريدة. أنا من منطقة بير كرمة، بلدية تكستير، دائرة عين تيغروت، ولاية برج بوعريريج. شحال عندك أنت تخدم هنا؟ عندي 4 شهور وإحنا خدمين هنا. بنفس المنطقة الصناعية نموذج آخر للاستثمار الناجح مختص في تصنيع الأثاث. خدمنا ليزيشونتيون تاعنا، دخلنا بهم للمعرض تاع الجزائر. وكان كان طلب كبير من عند الزبائن وعجبتهم السلعه تاعنا، وعندنا الان عندنا دوموند بزاف ان شاء الله. 2017 صدرنا تقريبا 19 منتوج من ولايه برج بوعريريج ب 200 عمليه تصدير بمبلغ قرابه 17 مليون دولار. سنة 2018 تضاعف هذا المبلغ ووصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار. هذا المبلغ من العملة الصعبة مرشح للارتفاع مستقبلا بفضل التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة.